ايه ابيك لا تطلعي هيك، رح اقول لاخي اصلا رح يوافق اذا بصر عليه، هو بيوصلنا وبيرجع بيجيبنا. انت ما عم تفهمي علي آسيا، ليكي اذا خبرتي اخوك هو رح يخبر ابي فورا، وابي ما رح يسمح لي ورح تطلع براسه مليون فكره، رح يقول لي ليش عم تحكي مع بنت ما بتعرفيها، وبعدين بيمسك تليفوني وبيقول لي هذا التليفون بكفيكي هلا وبينام. والله ما بعرف يا ابيك. ليكي ما عم تقولي انك بتقدري تقنعي، انا بدي اياكي تخبي هالشي كرمالي بس هالمره. ابيك هاي بنت ما بنعرفها والبيت ما بنعرفه كمان، يعني ابوكي اذا قال هالشي اكيد حيكون معه حق. اوف آسيا رح تحكي مثل ابي. طيب منروح منشوف الوضع، واذا ما عجبنا خلص منرجع فورا على البيت. هدول 1000 ليرة آسيا نعمل فيهم كتير، انتي بتدفعي الاجار وبيضل معك مصروف للبيت كمان. لا تروحي رح اعمل شاي. الله يعطيكم العافية يا شباب. الله يعافيك. يا ريت تخبرني إذا كان في شغل كمان. أنت متأكد؟ طبعا متأكد، أنت خبرني. تمام. يلا تصبح على خير. وأنت بخير. شو بيصير لو عملتي هالشي كرمالي؟ عم تقولي إنه عمر رح يشتغل ويطالع مصاري، بس يعني شو رح يساوي فيهن؟ رح يدفع الأجار، ما رح يجيب لي موبايل جديد، وقدير ما رح ياخد راتب لمدة 4 شهور، عم تفهمي؟ 4 شهور. شو عم تعملوا؟ ولا شي، عم نشم شوية هوا. بتحب تشرب شاي أستاذ؟ إيه بشرب. آه هي أمه للطالب. ألو إنجي خانم. مرحبا عمر، إن شاء الله ما أكون أزعجتك. لا أبدا ولو، تفضلي. أنا اتصلت معك لحتى أقلك إنه نحن بدنا نلغي الدروس. عفوا مدام، صار شي للولاد؟ سمعنا شو اللي عملته بهاريكا، لهيك ما بدنا يكونوا الولاد معك. إنجي خانم أنا ما عملت شي، صدقيني هاريكا هي. ما في داعي تشرح لي، تصبح على خير. وأنت بخير. عرفوا بقصة هاريكا؟